ايه الظلم ده؟ ده ظلم ده، انا تعبت معاكم في العمليه دي، انا عايز عائد. عارف ايه يا عمش؟ في ايه؟ وبعدين انت لا عرقت ولا جريت ولا عملت حاجه، وبعدين محل الكشري اللي سرقناه كان فيه تكييف. صح كده، انت كبيرك معانا يا عمش 20 جنيه والباقي يتقسم على الثلاثه بالتساوي. نعم يا اخويا. انت كمان؟ لا يا حبيبي، قسمه الحق بقى على اتنين، انا ومنافسته. منافسته ده ظالم. ما تقلقش، احنا مش هنديله فرصه ياكل حقنا. اوكوا ايه؟ في جراية كهربا، حقك اللي بتدور عليه. احنا من قبل ما نخرج من المحل انت واخد حقك تالت ومتلت، واخد المروحة، واخد التلفزيون، واخد تلاجة الحلو. تتكلم يا عمش مار. لمؤاخذة كبير، يعني انت هتاكل حقنا يعني؟ لمؤاخذة في الكلمة. حقك يا عم نعمش، ده احنا مشغلينك ندورجي بواسطة من ابن خالك اللي هو لاعرك، صح ولا غلط؟ عمر البلد دي ما يتصلح حالها ابدا طول ما فيها داء الواسطة ده. جريات، انت هتتكلم في السياسة؟ يعني مش هتدينا فلوس لمؤاخذة يا كبير؟ احنا دلوقتي يا اخواننا متراقبين والعين علينا، انتوا ما بتقروش جرايد ولا ايه؟ ده واخديننا غلاف في اول صفحة من اخبار الجريمة. الله. طب والعمل؟ العمل بقى ان احنا نكن لغايه ما الامور تهدى، بس نكن فين؟ هي دي القضيه. طب ما نكن في الواقع يا معلم. المعلم هنا، ده انا هنا اهو. الواقع متراقب وكل المكن متراقبه. احنا عاملين عمليه كبيره قوي يا اخوانا، سرقه محل كشري يعني قضيه امن غذائي. والامن ورانا. طب احنا هنشوفك ازاي بقى؟ انتوا مش هتشوفوني دلوقتي. انا لازم اكن الاول في حته امان محدش يعرفها خالص، وبعد ما اطمن ان الامور هديت موبايلات اكلمكم تيجوا تقابلوني عند البيت جيجي الهبله. ها ناخد مزاجنا وواجبنا ونقسم تقسيمنا. قشطه قشطه يا معلم. تكلوا انتوا على الله وانا هسرسب وراكم. ماشي، سلام عليكم. يلا يا عمش. يا نهار اسود يا عمش يا عمش. ايوه انا شايف يا سيدي. في ايه؟ سلام يا معلم. سلام يا سيدي. ومختار انا نادورجي. ها بدو. نعم استاذ. حسابنا كام؟ 9 جنيه وربع. 9 جنيه وربع؟ ليه 9 جنيه وربع؟ في الحتة انت بيتجوز النهاردة. بيتجوز؟ وانتوا بقى بتلموا له النقطة حاجة زي كده. 9 جنيه وربع ليه؟ ما اصل انا دول شربت النهاردة يعني 5 كوكتيل. 5 كوكتيل؟ ماشي، انت حسابك معايا بعدين. خد يا بدر، ادي 10 جنيه اهي. ماشي، وخلي يا عم الباقي عشان ما اجي اطلب مرة تانية. لا هات الباقي. يلا يلا. كوكتيل قوي قوي. تعرف يا دي يا رمزي تطلب كوكتيل تاني هعمل فيك ايه؟ همنع عنك السوائل. بس انا بحبه يا دولا. انا مالي وما قصة الحب اللي بينك وبين الكوكتيل؟ هو انا جنة فواكه؟ ماشي يا دولا. المهم انا اتكل على الله دلوقتي اطلع الحرمية، في طلبية تماثيل جديدة جاية، مش عايز اي غباوة خالص النهاردة يا رمزي. ها تقفل المحل وتخلي بالك كويس وتفتح عينيك، فاهم ولا لا؟ ماشي يا دولا. طب مدام هقفل المحل يا دولا افتح عينيا ليه؟ انا ينفع واربها بس؟ ولا مش عايز غباء، مش عايز غباء. انا ماشي انا واخدها دولا والله علشان تسلم لي على الخمسه الاولانيين، وبعدين اصلا ده كل 5 عليهم واحده هديه يا دولا. من هنا والشفا حبيبي، مطرح ما يسري يسري، ان ما كانش ده يديك تخن يديك قوه. ربنا يخليك يا دولا. يعني انت مش زعلان مني؟ وازعل ليه؟ وانا جنت فواكه اضرب اضرب. ربنا يخليك ليا يا دولا يا رب. بس انت ما قلتليش يا دولا يعني انت ايه اللي رجعك بدري؟ انت مش قلتلي انا رايح الحرانيه يا رمزي ومش راجع الا بالليل؟ ها ما انا اصلي لقيت يعني السكه زحمه، فقلت ااجل المصلحه لبعدين. احسن وريح يا عم شويه. انت طول عمرك شغال خدت ايه يعني في حياتك؟
انما ما قلتليش يا دولا الشنطه دي بتاعت مين؟ ها؟ انت جايبها لياسمين بنتك ولا ايه؟ ياسمين بنتي. ولا سناء اختك؟ سناء اختي. ولا ممكن تبقى رانيا مراتك، او ما تكونش انعام امك، او مجيده مثلا حماتك. ده انت نقطه. ومين كمان؟ ده دول ما خلاص خلصوا كده. ودي الخزنه. اه مفتوحه كمان. ده ايه الحلاوه دي؟ وفيها فلوس كمان. دي فلوس. يا سلام يا سلام يا سلام. طب وانا دولت؟ انت؟ انا عينيا ليك. اتفضل خد. هتديني بجد؟ امال ايه؟ خد 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 يا سيدي. ايه ده؟ عرقك. كل ده دولا من غير خصم كمان؟ ربنا يخليك ليا يا دولا يا رب. والله انت اتغيرت يا دولا، وبقيت احسن، واللبس اتغير، وطريقتك كده. ربنا يخليك يا دولا يا رب. هلا قول لي يا ايه يا دولا؟ هو انا ساكن فين امال؟ عادي الحمد لله على السلامة يا حبيبي. امال فين مفاتيحك؟ انت جيت بدري كده ليه؟ ها؟ سنتي ليك وحشة يعني، وحشتيني فقلت اجي بدري. وحشتك؟ دي أول مرة تقولها لي من ساعة ما اتجوزنا. بعدين ماله شعرك يا حبيبي طول كده ليه؟ طول ايه؟ ما أنا طول عمري مشعر. واللبس الكاجوال ده أول مرة تلبسه؟ لا أنا أصلي كنت معدي من قدام فاترينا، فلقيت بقى اللبس ده كله موجود على الملكان، فقلت هو ده اللبس اللي يشرفك. هو نيو لوك يعني. عادل يا حبيبي، جبت لي الجبنة الإسطنبولي اللي أنا وصيتك عليها. إسطنبولك إزاي يعني؟ إيه الشنطة دي؟ دي حاجة ما تخصكيش أنت، عدم مؤاخذة يا حاجة. يسمع من بقك ربنا. مش انا قلت لك لو حججت امك هتخش الجنه على طول؟ يعني دي امه. انت شرفت. اهلا وسهلا. جيت بدوشتك وقرفك، طول عمرك مزعج وخنيق ومقرف كمان. ايه الوليه القبيحه دي؟ برضه بتقول ايه يا عاد؟ سامعاك. بطل بقى الغل اللي فيك ده، بطل تتكلم على جوه، اتكلم على، ولا اقول لك اسكت خالص. انا داخل اريح ساعه ساعتين ما اسمعش صوتك. انت هترد؟ طب رد بقى يا عادل. حاضر حاضر حضرتك. حاضر حضرتك اللي تشوفيه. حاضر. وايه الادب اللي هل عليك فجاه ده؟ لما طولك اروح. وان ما طلتش الروح هتعمل ايه يعني يا عادل؟ هيحصل ايه يعني يا عادل؟ ايه ايه يا سناء؟ ايه حرام عليكي؟ عيب كده، ده اخوكي وراجل البيت. اخوها لا تكون في عونك يا ابني. عموما انا هخش جوه رايح في الاوضه شويه، ها؟ عشان عندي مشوار مهم بعد كده هون يعني. إيه بيبي، تحب تتعشى ايه؟ اعمل لك بيتزا مشروم؟ مشروم ايه واحنا قاعدين على البلاش؟ لا، الكلام بقى يبقى على عكوتين، كارعين، حته ليا، مش هوصيكي. طب والحلو؟ حلو زلابيا زلابيا. اوعى رجلك. لقيت انهم فين امال؟ ايه المصاصة اللي بتنور دي؟ مصاصة كشاف يعني. حلوة برضك، دي تنفع للحرمية الصغيرين. دي سنة كام يا أمورة؟ انت مش عارف؟ لا انا عارف، بس بختبرك يعني، بشوفك انت عارفة ولا لا برضك. في تانية ابتدائي. تانية ابتدائي. براوة عليكي براوة عليكي. وانا راجع بعد ما اروح مشوار وارجع اجيب لك المصاصة اللي بتنور دي ام كشاف، واجيب لك كمان طفاشة، والنهاردة اديكي اول درس في ازاي تستعملي الطفاشة. ماشي. الفلوس دلوقتي في مكنة تمام، ولا الجن الازرق يعرف لها طريق، ولا العيال اللي معايا حتى. اهم حاجة بس انت تجهز لنا بقى هجرة الورق بتاع السفر. احسبها على مهلك اخويا ما نفذته.
انت هنا في بلدك وبلدك اولى بيك، معاك مفتاح الخريطه بتاعتها، يعني ممكن تنط على الدرج الصح، لكن في الغربه العشم هياكل عينيك، هتعرف الدرج المليان من الدرج الصح ازاي؟ عدم المؤاخذه بقى هجره، الحرام الشاطر شاطر في اي حته، السرقه دي لغه عالميه. طب والرجاله هتجيب رجاله منين؟ يعني هتجيب واحد زي كهربا ده ازاي؟ ولا عيل زي الاعمش؟ ولا عيل زي طفاشة ده؟ هتجيبهم ازاي؟ ده عيال بروفيشنال. يا عم بروفيشنال ايه؟ العيال دي خلاص القرش جري في ايديهم وابتدوا يتنططوا عليا. عايزين الروس تتساوى، تخيل هجره، عايزين ياخدوا نفس النفحه بتاعتي، ده يرضيك برضك. لا انا مش مقتنع بكلامك يا منافستو، مش عارف يعني شامم ريحه غدر كده، مش يعني عموما مالكش فيه انت بقى هجره، انت كل ما عليك انك انت تنفذ اللي انا بطلبه منك وخلاص، لكن هتقول لي غدر ولا مش غدر دي شؤون داخليه للعصابه، انت مسؤول الشؤون الخارجيه للعصابه، يعني تجهز لي فيسا مضروبه لكوبا. فيسا مضروبه لكوبا؟ مش معنى كوبا؟ كوبا يا نهار اسوح، اغير مسار حياتي بقى، اروح هناك كوبا بقى وادور الفلوس في المخدرات. مخدرات ايه؟ هي كوبا ناقصه مخدرات؟ دي كوبا بتبيع المخدرات في السوبر ماركت دلوقتي. اه والله، يعني انت ممكن تخش السوبر ماركت في كوبا دي وتقول له هات تمن مخدرات وربع زيتون يدهم لك على طول. لا راجل. ايوه بس بالكوبي. بص مالكش انت برضك في الموضوع ده، انت تخلص لي الطلب اللي انا بطلبه منك، فيسا مضروبه، ها اسمع الكلام، وتخلص لي كمان تذكره الطيران، وتقول لي عرقك قد ايه وانا عنيا ليك برضك يا هجره. ايه ده كف؟ ما ينفعش ناقص صباع ولا دوفر؟ بس انت بتضغط عليا كده يا هجره، ما كنتش عامل حسابي برضك. انا بضغط عليك؟ انا بضغط عليك يا راجل؟ حرام عليك، ده انت واكل الليله كلها في جيبك، واكل تمن عرقي وتمن سكوتي وتمن بعت الرجاله، الرجاله اللي وقفوا جنبي في شدتي دول رجاله، رجاله بصحيح. يا سلام اصيل انت هجره، عامل حساب برضك العيش والملح، ايه الحلاوه دي؟ في ايه يا حبيبتي؟ في ايه؟ انت كده محسساني ان في مصيبه حصلت. مصيبه؟ دي كارثه يا مامي، عادل جوزي ابو بنتي طلع مجرم عتيد في الاجرام. اوعي تقولي لي اكيد اتجوز عليك. لا طبعا، عادل بقى وش اجرام، بقى عضو فاسد في المجتمع. عادل سرق يا مامي. او ماي جاد، دونت تيل مي، سرق الشبكه بتاعتك. اكيد 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 امه هي اللي وزعها. لا يا مامي، عادل بقى مجرم بجد وبحقه حقيقي، ده بقى رئيس اداره عصابه كبيره جدا، واصلا ما اسموش عادل، اسمه حوده منافسته، وصورته في الجنان وهو بيسرق والفلوس معاه. او ماي جاد او ماي جاد. لا اسمعي، احنا لازم نبلغ عنه. لا نبلغ عنه ايه يا مامي؟ عادل جوزي، ولازم اقف جنبه عشان اساعده واصلحه، ده دوري كزوجه. يا جدعان انا عملت اللي عليا وبلغتكم اللي حصل. اه يا منافسته الكلب، هنعمل ايه يا رجاله؟ الضرب ولعله على عينه، قال خلبان خلبان. اه لو اعرف هو مخبي الفلوس فين. عموما يا جدعان الكسكره بتاعته معايا. الكسكره، كسكره السفر، يعني مش هيقدر يغادر البلاد. اصيل يا هجره، يا هجره اصيل. ما تغنيهالي اصيل يا فرح. قصدي انا على جيت بس. اهدى اهدى اهدى، يعني عايزنا نسيبه بعد ما وقع في ايدينا؟ شايفينه دخل علينا ازاي من غير ما يسلم علينا؟ ايه خلاص يعني اتعمى؟ انا عندي فكره يا جماعه. احنا نقطره ونمشي وراه، هنعرف مكانه فين ونعرف مكان فلوس. ايه؟ ها؟ لا ولا حاجة. على فكرة بقى الشنطة اللي انت بتدور عليها انا خلصت منها. خلصت منها؟ ده انا اللي هخلص منك يا بت، الشنطة فين لمصلحتي؟ انا اللي عملت كده عشان مصلحتك، ها؟ انت تقدر تربي بنتك بفلوس حرام يا عادل؟ ها؟ يعني انت دلوقتي لما كنت طفل في عمر النشأ ترضى ان ابوك يصرف عليك بفلوس حرام يا عادل؟ ها؟ انا اصلا اللي كنت بصرف على ابويا بفلوس حرام، مالك؟ اسود ومهبب؟ يعني انت من صغرك بتسرق يا عادل؟ يا نهار اسود، يعني انت لما كنت عيل صغير كنت بتسرق زمايلك في الفصل وتاخد منهم الشوكولاته والبونبوني؟ ها؟ فصل يا ام فصل، فصل يا بت. وبعدين انا عايز اخلص النهارده من الفصل اللي انا فيه ده، الشنطه لو ما طلعتش هتتقطع يا بت، هتتقطع، فاهمه ولا لا؟ لعلمك بقى انا ممكن اوسع دايره الحوار بينا واخلي كل اللي في البيت يعرف انت عملت ايه يا عادل. ها؟
يا ياسمين ازيك؟ بابا جبت لي المصاصة ام كشاف. ايه ام كشاف دي غير ام ميرفت؟ بابا مصاصة بتنور. بتنور ايه بس يا ياسمين؟ وانا ناقص كهربا، انا فاتوره الكهربا الشهر اللي فات دبحتني. بلاش، طب فين الطفاشه البلاستيك؟ طفاشه بلاستيك؟ ايه هتطفشي حصاله ولا ايه؟ بابا انت مش مركز خالص. انا فاهم مش مركز خالص، انا جاي من بره اصلي عايز ادخل الحمام، هخرج من الحمام مركز خلاص. ياسمين قلت لك 100 مره ما تفتحيش التلفزيون الا ما تخلصي الواجب بتاعك. هتقب بالفلوس ولا لا يا بت؟ لا. انت فكرك يعني ان انا مش هعرف امسكك من ورا الكنبه دي؟ طب انا هقلب البيت ده بقى عليه وطيل لغايه اما الشنطه دي تظهر وانا افرجك. ايه يا دون اللي انت بتعمله ده؟ وبعدين بتقلب عندك بتعمل ايه؟ اسكت انت يا جزمه. جزمه؟ انا جزمه؟ جزمه على نافوخك يا بعيد. تعالى هنا. مين دي اللي جزمه يا بنت؟ مفيش حد قادر عليك. اوعى. تعالي بقى. ايه يعني اللي انت بتعمله ده؟ اصبر يا وليه، دور الجاي. منافستو موجود يا عبوره. منافستو مين؟ منافستو ايه؟ منافستو. طب دي عيله صغيره دي. تعرف طريق منين العيال دي؟ منافستو مين؟ منافستو ايه؟ منافستو مش كده. بس قولوا له خش جوه يا بنت، خش جوه. مفيش حد يفتح الباب ليه؟ ايه يا ياسمين دي؟ ايه؟ محدش بيفتح الباب ليه؟ الله، ايه ده؟ خش انت وهي جوه. خش جوه معاها بيت. خش جوه بقول لك. ايه يا جماعه في ايه؟ ما بتفتحش الباب ليه؟ عادل واقف عندك. هو انت السبب يا بنت؟ فين الفلوس بدل ما اقطعك؟ فلوس يا عادل انت اتجننت؟ تعالي يا عادل، تعالي ده. تعالي بقول لك مش عايز كلام. خش جوه هنا. خش هنا يا بنت. يا جماعه مفيش حد يفتح الباب ده. معقوله محدش سامع خالص الخبط ده؟ ده هيكسروا الباب. ايوه منافستو. والله وقعت يا منافستو. امسكوه. منافستو مين حضرتك؟ انا استقبل ولا يا منافستو؟ انا بالفلوس بدل ما نقطه بيك. فلوس ايه؟ مين منافستو؟ انا مش منافستو. انت هتعيش في دور المستعبطه. ايه على بالفلوس واخلص. دولا حبيبي، دولا انا جاي اعترف لك ان ضربت 2 كوكتيل كمان عشان ما تتفاجئش بالحساب يا دولا. ما هي المصايب كلها بتيجي مره واحده. اوعى. ولا يمكن على جنب هذا انت. هلا دولا، هما مين دول؟ اصحابك دول دولا ولا ايه؟ اصحابي مين يا غير؟ ايه الصوت ده؟ ايه الصوت ده؟ اوعى مره. هتثبت بقى يا انت بقى. هروح انا دولا اشوف ايه الحكايه وخليك انت مع اصحابك. ده يا بنت انت وهي وهي يا بنت ما تهبط وما تبقاش يا بنت. ايه ده دول بتلعبوا عسكر وحراميه؟ ولا غور من وشها، مش ناقصك. اتكل على الله، انا عايز باب المطار. اتكل انت بدول العب معاكوا النبي. اتكل ياض بدل ما اقطع لك رقبتك. وبعدين عادل، عادل ممكن اقول حاجه؟ يا عادل يا حبيبي، تعمل كده في مراتك حبيبتك عشان الفلوس؟ في داهيه الفلوس. ده مش هعمل كده في مراتي بس، ده في مرات عمي كمان. اهبطي انت وهي يا بنت. رمزي في ايه؟ في ايه؟ لقيتك جوه يا دولا. رفعهم بالسكينه وقلت لها انا عايز طياره تاخدني. انا عايز مصيبه تاخدك يا رمزي واخلص منك. رجنا. ايوه شوف ايه اللي بيحصل جوه. وجب يا اخي اثبت بقى يا اخي. عرفت طريق منين يا هجره؟ انت اياد جوالك ايه يا هجره؟ انت واقف متنح عندك ليه انت يا اخي؟ في ايه؟ بقول لك ايه يا عمش، امسكوا كويس لحد ما اشوف جوه في ايه. اوه عشان انا بدات اقلق كده. اقف يا اخويا اقف. عايز تهرب مني انا؟ ده انت ايامك سودا. عايز تهرب من اكبر نضوج في عصابات مصر تما؟ فاكر يا انا؟ فاكر عمليه سد لحالك ولا مش فاكر؟ ولا تحب افكرك يا انا؟ كده يا دولا كده تتفسح مع اصحابك وما تاخدنيش معاك؟ والله افسحك هفسحك يا رمزي، بس اخلص من المعسكر اللي انا فيه ده. انتوا حكايتكم النهارده فيها كهرباء واقف ليه متنح انت واخر؟ طفاشه انا ابتديت اقلق. بقول لك ايه؟ الغيبه طالت بتاعت الرجاله. تعالى نخش نطقس جوه. يلا.
بتستعملها مانيفيستو طالع بدورين في العصابه؟ ها؟ استعملها؟ استعملها مانيفيستو؟ تمسك فين انت؟ يا جدعان هو سعادة الباشا والله وقعت يا مانيفيستو. مين مانيفيستو ده؟ اخوانا عيب يا رجاله، انا ما عملتش حاجه والله. هاكل محفوظ النضاره تتكسر. طيب شوفوا ايه اللي بيحصل جوه. حاضر يا فندم. استنى يا عم، اهو منكم لله جبتوا لنا الشرطه. الله يحرق. امال مين مانيفيستو حضرتك؟ انا اسمي عادل، ودي البطاقه بتاعتها ايه؟ والله وقعت يا مانيفيستو. هو اليوم باين من اوله. يشبه من الشبه 40 يا دولا. يا رانيا، رانيا مفيش هدوم نظيفه البسها؟ مفيش مسح وغسيل، الهدوم متكومه في الغساله بقالها اسبوع. سناء نزلت تشتري. طيب حضري لي اي حاجه اكلها قبل ما انزل. مفيش اكل، التلاجه فاضيه بقالها اسبوع. طب والتلاجه فاضيه ليه؟ ما قلنا سناء نازله تشتري. هي سناء دي مندوبه المشتريات اللي في البيت. بيت ايه يا ابو بيت اللي انت بتتكلم عنه ده؟ مفيش بيت. ايه مفيش بيت دي يا ماما؟ ديك النهار بقى انا شفت البنت نجلاء فاتحه التلاجه مطلعه كيس الكاتشب الاحمر ده ابو جنيه، وعماله تحط على الساندوتش فيه، وسايباني انا من غير. بنت انانيه ما عندهاش دم. السلام عليكم. عليكم السلام. ايه اللي اخرك كده يا سناء؟ كنت بهزق الحيوان البهيم صاحب السوبر ماركت يا عادل. تخيل قاطعني بقالي ساعه، قال ايه عشان يوقفني اطول وقت ممكن ويفضل يعكسني ويبصبص لي. يعكسك ويبصبص لك؟ ده انا هنزل اقتله، وبالمره اجيب منه صابونتين عشان استحمى. عادل ما تتهورش يا عادل. يا عادل مساء الخير. هو ده اللي عكسني يا عادل ده، ومستخبي لي ورا الكراتين. فيها ايه الكراتين دي؟ دي فيها صابون وشامبو ولوازم يعني. صابون؟ طيب انا اخش استحمى وارجع هبهدلك. اصبر. انا مستنيك. سيب الحاجات دي هنا ويلا ورينا عرض كتافك. طرقنا بره. بره ليه؟ اخد نفس من السلم ده، شايل حاجات طالع السلم، وبعدين الراجل مديني ميعاد هنا دلوقتي. ما تكترش في لحظة الكلام. لحظة. لا لحظه. سخيه يا طنط. الله يطنط عادي. حلو. مفيش صابون حلاقه؟ صابون الحلاقه. مش حاجه تانية مدكن عليها؟ ده انا ازودها يا قمر. ايه الجمال ده يا انسه؟ انا مش انسه، انا مدام ومطلقه. ايه ده؟ ده اكيد ما عندوش نظر، اكيد العيب منه طبعا. حد يتجوز القمر ده ويسيبه يا قمر. ميرسي قمر. ميرسي قوي. ميرسي ليكي انت انك انت قمر بره. ايه ده؟ بتحكي سخط جوه في بيتي؟ ده انت فعلا ما عندكش دم. هادي عندي دم. ايه ده؟ لا انا ما كنتش عايز معجون حلاقه من ده، عايز معجون حلاقه من اللي هو بيترش ده. عندك؟ اجيب لك يا قمر، اجيب لك كل المعجين اللي عندك. ماشي، روح هات لي كل المعجين. يلا توكل على الله. سناء، انت دفعتي في الحاجات دي كام؟ ما دفعتش حاجه يا ماما، اصله ما رضاش ياخد فلوس. كده ابقى اشتري منه كل يوم. امبارح هدولة اكتشفت حاجة عن الفراعنة في منتهى الغرابة بعد تفكير. يعني ايه؟ اكتشفت مقبرة أثرية تحت السرير بتاعك؟ لا يا دولة، انا امبارح كنت بتفرج على فيلم اجنبي عن الفراعنة. تخيل يا دولة، الفراعنة طلعوا بيتكلموا انجليزي. يا في فيلم عربي اللي هو بتاع لبنى عبد العزيز ورشدي أباظة، اما كانت بتقول له يا بتاع الجاز، كانوا بيتكلموا عربي كله. ايوه يا دوله ما هم يعني الفراعنه دولت اصلهم مصريين. باين. ايه ده؟ ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي جابك هنا؟ كمان ليك عين تيجي هنا؟ ده لستر ربنا امبارح ان انا ما قتلتكش. لقيت المعجون اللي طلبته منك؟ لا مش عندي. ايه ده يا دولة؟ اصل يكون جاي يشتري حاجة وساعتها يبقى زبون يا دولة، والزبون دايما على حق. اهدى كده. انا فتحي جاركم،
صاحب سوبر ماركت الحياة حلوة جدا، وجاي أتشرف بيكم. وعلى فكرة أنا أعرفك جدا أستاذ عادل، وكمان أعرف الأستاذ رمزي ده. أستاذ رمزي؟ يبقى أكيد ما تعرفوش. ليه؟ ده أنتوا زبايني جدا. طب ومدام زباينك تعمل فينا كده؟ يا دولة إيه ده بس يا دولة؟ الراجل طلع يعرفني، ومدام يعرفني يبقى يخصني، ومدام يخصني محدش ليه دعوة بيه. بيقول لك الأستاذ رمزي. أنا كنت جاي أتشرف بمعرفتك يا أستاذ عادل، وبعدين أطلب إيد أختك مدام سناء. اهلا وسهلا. ايه ده يا دولة؟ تصدق بقى انت طلعت واطي وقليل الادب؟ كان عنده حق من الاول. اطلع برا، اطلع برا. يا رب، ايه اللي بتقول ده؟ خرب بيه. اهلا وسهلا. بقول لك انا كمان لسه. اهلا بيك يا سلام، منور. اتفضل يا استاذ فتحي، اتفضل. اوعى يا رمزي، اتفضل حضرتك. لا حضرتك هنا. هنا؟ انا صاحب المكتب. اتفضل. اهلا بيك. ولا يا رمزي، شوف الاستاذ فتحي يشرب ايه. يا دولة ده الاستاذ فتحي ده طلع خبيث يا دولة، دخل علينا بالحنجل ومن وكده. اطلع بره، يلا اطلع بره. ولا ايوه مش انت ولا. يلا شوف له هيشرب ايه، هات له حاجه ساقعه. اجري يلا. ماشي يا دولة، دوس على كرامتي كمان وكمان. دوس يا دولة. معقول يا عادل؟ انا فرحانه قوي، فرحانه خالص. الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب. سناء هتتجوز اخيرا وتحل عنا وتسيبنا في البيت ناخد نفسنا. الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب، الحمد لله. مع ان فتحي ده امبارح كنت عايز اقتله، النهارده خلاص عايز اخده بالحضن. ده كفايه انه هياخد سناء ويمشي. وطبعا طبعا مامتك هتروح مع سناء، طبعا مامتها اولى بيها، ولعلمك بقى هتستريح عندها اكتر عشان نفسيتها كده. واوضه تفضى بتبقى ياسين بنتي، حبيبتي يا بنتي. انت عارف يا عادل، عارف انه استقلال الطفل في اوضه لوحده ده بينمي مواهبه ان هو يبقى طفل انطوائي مركب. انطوائي مركب؟ انت اي افته جايه فيها مزيطه وخلاص يعني ولا ايه؟ عموما انا سالت على فتحي ده وعرفت ان هم ناس مبسوطين يعني، وان هو وحيد ابوه وامه. عندهم سوبر ماركت بتاع الحياه حلوه اللي على الناصي، عارفاه؟ ابيض، سوبر ماركت الحياه حلوه؟ يا نهار ابيض يا نهار ابيض. ليه بس؟ ايه اللي حصل؟ يا نهار ابيض طبعا يا حبيبي، طبعا يا نهار ابيض. ما هو طبعا لان هو سوبر ماركت الحياه حلوه، فاكيد اكيد يا عادل الحياه هتبقى حلوه قوي يا حبيب قلبي. الحمد لله يا ربي. يا نهار اسود، فتحي بتاع السوبر ماركت الحياه حلوه اللي حفي وراكي عشان يتجوزك؟ اللي حفي يا مامي. فتحي اللي فضل اسبوع يتقدم لك فيهم 7 مرات؟ 9 يا مامي. فتحي اللي ما مشيش غير ما بلغنا عنه البوليس وسيبنا عليه الكلاب؟ كلاب السعرانه يا مامي. فتحي اللي بيبيع كيلو اللانش ده ابو زيتون ب10 جنيه وربع؟ لا 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 يا مامي، عيب كده قوي بقى، كانوا ب10 جنيه 75 قرش. الله يخرب بيت شيطانه، انا مش قادره افهم بعد ما حفي وراكي انت يا حبيبتي وبجمالك ده يسيبك ويروح يدور على الجربوعه الكلاكيع اللي اسمها سناء. مش عارفه ابن اللذينة ده. على الرغم ان انا في فرق كبير جدا بيني وبين سناء من حيث طبعا الجمال والتالق والذكاء، وعارفه بقى سايكولوجيا كده واحد زي فتحي ده ما ينفعش ياخد غير واحده اقل منه. بس يا مامي عارفه المشكله فين؟ لو عادل عرف الجوازه هتتفركش. يبقى انت لازم يا حبيبتي تختفي تماما لحد ما تخطبوا لبعض. طب وبعد كده؟ وبعد كده الفاسحه تكون وقعت في الراس وسي فتحي ده وقع في الطين وعايز ونش عشان يطلعه منه. ايوه. اهلا وسهلا. حضرتك هتنزل امتى؟ ما لما حضرتك تقولي انزل على طول. انزل دلوقتي. ايوه حالا انزل. اوكي. اهلا وسهلا. وحشتني يا استاذ عادل، اتفضل. ايه ده، جبت الشبكه على طول كده؟ لا ده معجون الحلاقه اللي حضرتك طلبته. معقوله؟ متشكر قوي. انت جايب علبه واحده؟ العلبة بتقعد كتير جدا، اكتر من 650 حلقة. اهلا وسهلا. اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا وسهلا. لطيف البيت ده والله، اللي انا جيته قبل كده ولا ما جيتوش؟ جيته قبل كده طبعا. اهلا وسهلا. يا عيني يا سناء. طب حضرتك بقى الحاج والحاجة فين امال؟ الحاج الله يرحمه. ياه، يعني مش هيقدر يجي معاك النهارده؟ نعم. طيب حضرتك والحاجه فين؟ الحاجه لا انا جيت
عشان اخد الجرين لايت بتاعي. ايه ده؟ هتاخد معجون الحلاقه تاني؟ لا الجرين لايت يعني الاوكي، الاوكي من مدام سناء، وبعد كده انا بقى اجيب الحاجه على طول. يا سلام عليك يا استاذ فتحي، انت مش سهل برضو. امال ايه، شغل السوبر ماركت برضو علمني ان اوزن الامور بالجرام. طيب بالنسبه للعروسه، يعني تحب حضرتك احطها لك في كيس ولا تحب تاخدها سايبه ولا حضرتك مثلا نخلص الحساب الاول؟ ايه 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 السوبر ماركت. ايوه هتاخد الباقي كبريت. يا سناء يا سناء. اخواتي على الكمال يا اخوتي، والله العظيم حاجة عظيمة جدا، والله العظيم يا اخوتي كماله حلو، كمان شبابه حلو، مبروك يا سنوقة. تضحكي على ايه؟ اي حبيبتي فرحانالك، فرحانالك من قلبي، مبروك يا سارة، الف مبروك يا حبيبتي. يا سعد ويا هناء، تلاقيه مش مصدق نفسه انها تخرج وتقعد معاه. طبعا يا ماما، ده هيتجنن عليا. يلا يا جماعه انتوا بتعملوا ايه؟ بتحضروا عفريت؟ ما يلا، انت لو طلعتي له بالبيجامه الكاستور هيوافق يا ستي. ده جدا. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه اللي على رايك ده؟ معلش انا عذراكي، اصل ده اسمه الحب من اول نظره، ما بيحصلش مع اي ستات، بيحصل مع الستات الجميلات الفاتنات اللي زيي بس، فانا عذراكي شعور غريب عليكي. ما انا نفسي اقول، نفسي اقول. نفسك تقولي يا رانيا؟ طبعا يا حبيبي، الف مبروك، الف مبروك يا سراء يا حبيبتي، الحمد لله. ما تجيبي بوسه يا سراء، هاتي بوسه، هاتي بوسه، انت بوسه يا حبيبتي. ده من ورا قلبك تلاقيكي بتغلي كده من جوه، عشان العريس هيتجنن عليا. انا بغليه عادل؟ لا يا حبيبتي، بس يا ريت بقى تغلي لنا كوبايتين شاي، انا والراجل المرمي بره ده. لا بلاش انا يا عادل. بلاش انت؟ طب حماتي؟ لا لا جميع، انا ما اقدرش اطلع بره خالص. تصدقي بقى ان انتوا ما عندكوش دم، لو انا مطرحكم مش كنت هساعدكم؟ يسمع من بقك ربنا يا حبيبتي. لا يا اختي فوقي، مش ليك، انا قصدي بنتك. يا ماما ما تتكيش عليهم، دول عمرهم ما هيساعدونا، وخصوصا دي عشان عمرها ما اتحبت من اول نظره. عادل انت ما حبيتنيش من اول نظره؟ لا ازاي يا حبيبتي، انا اتولدت واتولد حبك معايا. تصدقي ما اطلع قصيده زباله. يلا المهم بسرعه بسرعه يا جماعه، ما تسيبونيش قاعد مع الراجل ده لوحده والنبي. اهلا 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 وسهلا، منور يا استاذ فتحي. يا اهلا وسهلا، معلش العروسه بتجهز يا سيدي، انا مش عارف على ايه يعني، ده يعني كويس انها وافقت بيه. اهلا اهلا. انا نرفز 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 قوي، ممكن ادخل الحمام؟ ايه ده انت نرفز الدرجه دي؟ على فكره انا ممكن ما اقولكش فين طريق الحمام. لا اوعى ارجوك، انتوا الخسرانين. طيب أرجوك. خلاص خلاص، اتفضل حضرتك من هنا كده. هتلف كده هتلاقيه هناك. شكرا شكرا. موقف زبالة، موقف زبالة. ايه ملحقتش نفسك؟ الست اللي وقفت المطبخ دي تبعكم؟ امال يعني جايه مع البوتاجاز؟ مش قصدي، اصل انا حصل بيني وبينها موقف محرج جدا جدا من زمان قوي. لا يا راجل. صدقني موقف محرج قوي. لا يا راجل. ايه اللي حصل؟ كل اللي حصل. قال ايه جابوها لي كعروسه؟ ما استنضفتهاش، ما قدمتلوش خالص. لا يا راجل. ما عجبتكش من ناحية ايه يعني؟ يعني مش التيب بتاعي، وبعدين كلام في سرك مش كويسة. لا يا راجل مش كويسة ازاي؟ مش كويسة خالص، افهم بقى الحاجات يعني ديت، يعني هنتكلم في ايه؟ ما انت تلقطها على طول، يعني مواضيع حساسة يعني. مش كويسة في ايه؟ وقول بسرعة وأثر بسرعة يا فتحي. هأثر بسرعة. عموما يا أستاذ عادل، هي يعني حاجات كده ما تعديش على الناس المفهومية الفتكاتة اللي زي حضراتي، إنما الرجالة الغش بيتخدعوا فيها، والغشم كتير قوي. الغشم كتير. استنى قاعدين مستني. مساء الخير. مساء النور. ايه اللي ما عجبكش فيها؟ قول لي بسرعه. ملهاش في المطبخ يا استاذ، يعني اللي يجوزها يخس 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 لحد ما يختفي زيي. يا راجل هي اتجوزت يا راجل انت؟ اتجوزتنا انا يا سيدي. ايه اتجوزتنا انا؟
لا يا راجل. استاذن انا بقى. لا استاذن فين؟ اصبر، ده احنا ما صدقنا لقيناك. اتفضل اتفضل اقعد اتفضل اقعد واشرب الكوبايتين شاي على ما اجي لك. ارجوك اتفضل. اوكي. رانيا رانيا رانيا، انت تعرفي فتحي ده قبل كده؟ عادل، ايه ده؟ ايه السؤال الغريب ده يا عادل؟ ده سؤال غريب قوي يا حبيبي. يعني تقدم لك قبل كده ولا ما تقدمش؟ يا عادل يا حبيبي، انا في رجاله كتير قوي تقدموا لي في حياتي، افتكر مين ولا مين؟ في رجاله كتير قوي تقدموا لي. ايه اللي رجاله كتير يتقدموا لي؟ هتعملي لي فيها الكليه الحربيه؟ ايه تقدم لك ولا لا؟ تقدم لي وقعد لي حلقه 7 مرات وانا اللي رفضت عادل. ده كلام جديد بقى، موقف محرج جدا. قبل كده تقدم لمراتي وجاي دلوقتي يتقدم لاختي، مش بعيد بقى لو رفضته يتقدم لامي. لا يا عادل، لا يا حبيبي، اوعى ترفضه عشان خاطري يا عادل. يا حبيبي ده سوء تفاهم قدري، وانت عارف يا حبيبي الانسان ابن اللحظه. يعني انا ابن اللحظه؟ ماشي. طب لحظه واحده بقى عشان هروح اعتزله، لان الجوازه دي مش هتنفع. مش قادر. شكلكم يعني مبسوطين قوي يعني. قصدك ما تعرفش يا عادل توح ابو دم خفيف ده بيحكي لي على ايه؟ حكيت لها؟ طبعا، اصل انا ما بخبيش اي حاجه على مدام سناء طول عمري. طول عمرك يعني؟ انت تعرفها من اول امبارح بس. اصل انا عمري ابتدى اول لحظه شفت فيها مدام سناء. بلاش مدام، خلي البساط احمدي، قول لي يا نق 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 نق. لساني لو قالها قلبي توك توك. يا عم التوك توك، يا عم التوك توك، ايه هيسحبوا رخصتك؟ اهدى بقى امال. وانا ما يهونش عليا ابدا ابدا ان قلبك يتوك توك. عارف ليه؟ عشان في عيون كتير قوي بصلنا، وخصوصا الناس اللي انت رفضتهم. لعلمك بقى، لعلمك بقى، هو ما رفضش، ده هي اللي رفضته. ايه ده؟ الكلام ده صحيح يلا؟ والله العظيم ابدا، والله انا اللي رفضتها. انا بقى دلوقتي هخلي رقبتك قد السمسمه. ايوه يا رانيا، يا رانيا. ايوه يا عادل. دلوقتي انا عايز اعرف منك حاجه مهمه جدا، انت اللي رفضتي فتحي ده لما تقدم لك، ولا هو اللي رفضك لما هو تقدم لك؟ ده يرفضني انا؟ والله العظيم ثلاثة يا حبيبي، ده حفي ورايا لحد ما كش. ده اصلا ما ارتجعش غير لما سايبنا عليه الكلاب السعرانه. يا عادل ده تقدم لي في اسبوع واحد 9 مرات. ما انتش قد بقى سناء، ما تخشيش معايا ابدا في تحدي. ولا اطلع بره، اطلع بره، ما اشوفش وشك ولا حتى في الشارع صدفه. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اطلع بره. انت بتتاثري بسرعه ليه كده؟ والله العظيم ما حصل، والله العظيم انا اللي رفضتها يا جدعان، والله انا اللي رفضتها. انا رحت البيت عندهم وشفتها وما عجبتنيش، وقلت لطنط شروت الوسطى اللي كانت بينا ان هي ما عجبتنيش، قلت نروح لهم تاني يا توحه، قلت لها مش رايح يا شروت، وما رحتش تاني لان اكتشفت ان هي ما بتعرفش تطبخ. تجيب معشة ولا اجيب انا معشة؟ تلم نفسك بقى من على الارض، انت اتبعترت قوي، شكلك بقى وحش يا استاذ، مش انت العادل. عادل انت؟ ايه ده كلام فارغ؟ ده كلام فارغ يا عادل؟ ده يا ابني انت يا قصير انت. مامي قالت لي ان انت كنت بتلف حوالين البيت عامل زي القرادة اللازقة، وبعدين انا لما شفتك انت ده يعني حسيت ان انت كده يعني عارف ما عجبتنيش. تقولي يا اخي، تقولي كده القلوب عند بعضها يا اخ. بصي يا مامي، يا مامي. ايه يا رانيا في ايه؟ تعالي يا مامي قولي لهم مين فينا اللي رفض التاني، انا ولا الاذعه ده؟ وقولي لعدن انه ما ارتجعش غير لما سايبنا الكلاب المسعور عليه. استنى استنى، وانتوا اصلا عندكم كلاب؟ كلاب اللي في الشارع يا عادل. يوه خلاص بقى يا رانيا، مش معقول، ده كان زمان. مبروك عليك يا سناء. لا بقى، انا عايز اعرف الحقيقه. وانا كمان، وانا كمان، وانا كمان. ما هو اصله يعني ما حصلش اسمه ونصيب. يعني فتحي رفضها؟ مش بشكل مباشر. هي دي، مش بشكل مباشر فعلا. كانت الحكايه كلها ان قلت لمدام شروت الوسطى. معقوله يا مامي؟ معقوله؟ معلش يا حبيبتي، ما انا اضطريت اقول لك كده عشان كل اصحابك في الوقت ده كانوا بيتجوزوا الا انت، فانا كنت خايفه على نفسيتك. ده انا اللي نفسيتي اتدمرت.
دلوقتي الاستاذ ده ازاي هيجي يعني يتجوز اختي بعد ما رفض؟ لا 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 ارجوك ارجوك اوعى ترفضني ارجوك ارجوك. مش معقوله طبعا ترفضني لمجرد ان انا كنت على وشك الانهيار واتجوز مراتك. ده انت يا ابني ربنا بيحبك، الناس دي انا اللي عارفاها. عزائي الوحيد انك لما هتتجوزيه مش هتبقى قاعده في خلقتي ليل ونهار. تقصدي ايه يا رانيا؟ ما قصدكيش يا سناء. بحسب. عموما كويس ان انت فكرتيني بحاجه مهمه. بقول لك ايه؟ ايه؟ انت عندك شقه ولا لا؟ انا؟ طبعا عندي شقه 250 متر بحري و250 متر ابري وحمامين مفتوحين على بعض وسلاح دار اللي بيشتغل في البيت وعندنا اسطبل كمان ورز بلبن في الثلاجه، كل حاجه حلوه. طيب كويس كويس. عموما احنا لازم يعني ننسى الماضي ونفكر في المستقبل وربنا يكرمنا، وبما ان احنا بنفكر في المستقبل فيا ريت بقى تجيب لي كرتونة معجون من اللي هو بيترش لوحده ده. عينيا الاثنين. وانا بقى عاوزه توم لانشون. ايه ده؟ توم لانشون؟ ايوه يا حبيبي، ما انا هعزمكم كلكم وانا هاكل لوحدي. دولا الالبومات اللي احنا بنبيعها دي ليه بنبيعها فاضيه كده؟ يعني ما فيهاش صور ليه؟ يا ابني مش بنبيعها لاجانب، الاجانب ما بيفهموش في الصور العربي. عادل سعيد. ايه ده؟ ثروت حسين ازيك؟ ازيك يا ثروت؟ عاش من شافك يا عم. ما انت لا بتسال ولا بتتصل، خلاص نسيت صاحبك؟ لا يا عم ما نسيتش ولا حاجه. ازاي بقى وانا اقدر انساك يا عم ثروت؟ بس هي مشاغل. ولا رمزي؟ نعم. مش فاكر ثروت؟ يلا فاكره طبعا يا دولا يا استاذ ثروت. فاكر لما كنا بنحط لك الصواريخ ها اللي بتفرقع دي في كوبايه البرتقال تيجي تشربها تفرقع في وشك؟ جري يا رمزي. ايه بقى؟ ايه اللي فكرك بالحاجات دي يا اخي؟ ده احنا كنا عيال صغيره قوي. يعني ما كناش عيال صغيره قوي قوي، يعني كنا في ثانوي ساعتها. ما خلاص يا عادل، دي كانت حاجات قديمه وانتهت. يلا والله بس كانت ايام جميله. تعالى ثروت تعالى اتفضل. رمزي روح هات حاجه يشربها لثروت. روح هات له برتقال. لا مش عايز برتقال. خلاص روح القهوه هات اي حاجه غير البرتقال. عيني عيني منور يا استاذ ثروت. الله يكرمك. يا سلام يا سلام يا ثروت، والله منور يا اخي. ده انا مبسوط جدا ان انا شفتك. انت اخبارك ايه؟ انت يا عم لا بتسال ولا تتصل، خلاص يعني ما بقيناش نعرف بعض غير علشان المصالح. لا ولا مصالح ولا حاجه، بس انت عارف المشاغل يعني يا ثروت. المهم انا جاي لك دلوقتي في مصلحه. انت عارف ان انا شغال في مصلحه البريد، والمصلحه كل سنه بتطلع مصايف لراس البر بسعر مخفض جدا، والعبد لله كان حاجز 4 تذاكر في الاتوبيس، اتوبيس مكيف وعشه متقفله سوبر لوكس على البحر ب 350 جنيه بس. يا سلام يا سيدي، ربنا يكرمك يا عم. تروح وترجع بالسلامه؟ لا ما انا مش هروح. يبقى اكيد مش هترجع بالسلام. بعد ما حجزت ودفعت الفلوس مرات رجلها كسرت امبارح، والدكتور قال انها لازم تقعد في السرير لمده 2 اسبوع، فرجعت تاني بقى علشان ارجع فلوس الحجز، قالوا لي ما ينفعش. طب وبعدين هتعمل ايه؟ ايه رايك لو تطلع بدالي ب 350 جنيه بس اسبوع كامل في راس البر وعيش على البحر؟ والله يعني انا بقالي كتير جدا ما طلعتش مصيف. خلاص يبقى تجيب ال 350 جنيه دلوقتي وتجهز نفسك بكره، وبعد بكره الساعه 6 الصبح تاخد الاتوبيس المكيف من قلب مدلة زغلي. ماشي، هي فرصه حلوه بس انا يعني مش مجهز نفسي يعني. خلاص يبقى توافق بسرعه عشان تلحق تجهز نفسك بكره. ماشي هات التذاكر. هات الفلوس الاول. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت مش مأمن ولا ايه يا ثروت؟ لا طبعا، البرتقال اللي الاستاذ ثروت بيحبه. برضه جبت برتقال؟ رانيا عندي ليكي مفاجأة جامدة جدا. ايه يا عادل؟ التحاليل اثبتت ان انت بتخلف؟ انا بتكلم بجد، عندي ليكي مفاجأة فظيعة فظيعة فظيعة. ايه الحاجة اللي احنا ما عملناهاش بقالنا كتير جدا؟ السوبر ماركت، التلاجة فاضية وما فيهاش أي حاجة بقالها فترة. لا لا لا، سيبك من السوبر ماركت، دي كلها حاجات مقدور عليها. لا حاجة تانية ما عملناهاش بقالنا كتير جدا. بقالنا قد إيه؟ أنا جايب لكم النهاردة مفاجأة فظيعة جدا، جايب لكم رحلة مصيف لراس البر لمدة 2 أسبوع. حياتي بجد يا عادل، ده خبر لطيف جدا، أنا مبسوطة جدا. أنا بقالي كتير قاعدة في البيت زهقانة ونفسي أروح أصيف. ميرسي يا عادل، ربنا يخليك ليا. جهزي نفسك بقى، بعد بكرة الصبح هناخد الأتوبيس بتاع راس البر الساعة 6 صباحا. يا سلام يا عادل، دي ياسمين هتفرح جدا. اما اروح اقول لمامي انك لاقي حضروا نفسه. لا 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 لا، استني استني، اصلي في عندنا مشكله في الحكايه دي. ايه؟ احنا معانا 4 تذاكر بس، يعني انا وانتي وماما وسناء وياسمين على حجرنا. يعني ايه؟
مامتي ونجلاء يقعدوا على حجرنا برضو؟ لا 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 طبعا مش هينفع، بس هما يعني ممكن يقعدوا على حجر بعض هنا في البيت. انت بتهرج بقى يا عادل. بس بقول لك ايه، انا مش ممكن اطلع اصيف واسيب مامي ونجلاء لوحدهم في البيت. خلاص صح، غلط ان احنا نسيبهم لوحدهم في البيت. هما يسيبوا البيت فتره ما احنا بنصيف، نرجع من المصيف هما يرجعوا. انا ما امنش ان هما يقعدوا لوحديهم، انا اضمن مثلا ياخدوا حاجه ولا بتاع. بقول لك ايه، انا مش هطلع اصيف واسيب مامي ونجلاء هنا. اشمعنى امك واختك؟ امي واختي بيعرفوا يعوم. مامتي واختي كمان بيعرفوا يعوموا؟ ايه ده، معقوله من غير عوامه؟ عادل بقول لك ايه، انا مش هطلع من غير مامي ونجلاء. انا بقول لك اهو. ايه اللي بتقولي له؟ يعني انا اعمل ايه؟ اعمل ايه يعني؟ انا اصلا جايب اربع تذاكر، الاربع تذاكر دول انا اللي جايبهم بنفسي بفلوسي. اقول لامي واختي ما تطلعوش؟ لو مكسوفه اقول لهم انا. هو احنا بنتخانق على مين اللي يقول؟ معقوله يعني؟ قولي بقى هانم، قولي ان انت زهقتي منهم ومن قرفهم. بالظبط كده، اديك قلت بقى المفيد اللي انا نفسي اقوله فعلا. اه فعلا ده اللي نفسك تقوليه، انت اللي زهقانه منهم، لكن انا بالنسبه لي يعني من قلقهم وقرفهم ده فوق دماغي من فوق امي واختي. طب ايه رايك بقى ان انا هروح اقول لمامي ونجلاء ان احنا طالعين نصيف، ولو انت بقى شاطر وجدع يبقى روح اقول لهم انهم مش هيروحوا معانا. ها رانيا؟ ايه يا حبايبي، في ايه؟ صوتكو جايب لاخر بير السلم. تلاقي رانيا نكدت على ابني زي عادتها. لا يا ماما ما نكدتش عليا ولا حاجه، ما فيش حاجه. لا امال صوتكو كان عالي ليه؟ مامي اعملي حسابك ان عادل جاب لنا تذاكر علشان نروح نصيف في راس البر، ما تنسيش تحضري شنطتك. اخيرا يا ربي، مش معقول هنصيف بجد؟ هنصيف السنه دي يا عادل؟ لا لا لا، بس عشان تفهموا الموضوع صح، انا معايا اربع تذاكر بس، يعني في اتنين منكم مش هيطلعوا معانا. عادل انا ماليش في المصيف والحاجات دي، لكن لو انت غصبت عليا حتى الرواف. وانا مش ممكن اسيب ماما تسافر لوحدها ابدا، وطبعا ياسمين وهي مسافره معانا مش هتلاقي حد تقعد على حجره غيري عشان بترتاح معايا. صح يا ياسمين؟ صح. يعني ايه الكلام ده؟ انا متعوده كل سنه اني لازم اطلع المصيف. مصيف؟ مصيف ايه يا ام مصيف؟ ما انت بقالك 3 سنين كنت بتصيفي في بيتكو عشان الملاحق اللي كنت بتجيبيها. بقول لك ايه يا رانيا، كده يا وحشه، هتسيبي ماما لوحدها وتطلعي تصيفي لوحدك يا نادله؟ لا يا مام، لا يا حبيبتي، ما تعيطيش، ما اقدرش اسيبك في البيت لوحدك ابدا. غاب لوحدك ايه بس يا حماتي؟ ما بنتك هتقعد معاك، انت خايفه ليه؟ يعني انت برضو مصر ان مامي ونجلاء مش هيجوا معانا؟ امال احنا اللي مش هنطلع؟ ايه يا عادل، ايه انت اللي تجيب المصيف وتدفع فلوسه وامك ما تروحش؟ لو حصل كده لا انت ابني ولا اعرفك. ايه بس يا ماما، ازاي يعني؟ معقوله ماما انت هتطلعي معانا؟ يعني هتطلعي معانا ماما؟ انت هتطلعي معانا يعني هتطلعي معانا؟ ايه ده يا رانيا، وانتوا هتسيبوني مع سناء لوحدي؟ ايه سناء دي، تلعب معاكي في الشارع؟ سناء حاف كده؟ شايفين بتعمل فيا ايه وانا قاعده وسطيكوا كده؟ امال لما تسيبوني معاها لوحدي هتعمل فيا ايه؟ بس انا عندي فكره. فكره ايه يا ياسمين؟ انا وبابا وماما نطلع المصيف، وبابا يختار واحده من تيتا وطنط سناء تطلع معايا، وماما تختار واحده من تيتا ونجلاء تطلع معايا، وبكده نبقى حلينا المشكله. فكره هايله، شفت حلتها العيله الصغيره. انا مش عيله صغيره، انا عندي 8 سنين. يا دولة بقى يا عم، ايه يا عم مالك مكتئب كده؟ بقى في حد يعني يروح المصيف ويبقى مكتئب كده؟ ده انا لما بروح القناطر بزقطة. يا رمز، المشكلة دلوقتي في الناس اللي عايزين يطلعوا معايا المصيف دول، انا مش عارف اخد مين واسيب مين. رد على ماما. رد. الو؟ ايوه مرات عمي. ايوه هنا موجودة اهو عادل. أيوة لحظة واحدة بس. دولة انت عرفت ازاي ان هي مرات عمي؟ هات يا ابني هات. يا ماما. لا يا ماما مش عايز حاجه، ربنا يخليك يا ماما. موضوع المصيف ده نتكلم فيه بعدين يا ماما، انا في الشغل دلوقتي. حاضر يا ماما. لا اكيد طبعا، ماشي مع السلامه. مع السلامه. عرفت ازاي دول؟ شوف الراجل اللي جاي ده عشان عايز يسال على حاجه. شوف. مفيش حد يا عم جاي. يا عم مفيش. هو 8 شارع المأمون فيه؟ لا هو الحقيقة أنا مش من البلد دي، يعني هو اللي عارف هناك أهو. بص حضرتك، هو تاني شمال في أول يمين هتلاقي أول دور، حسام هناك بيركبوا غاز بالأمارة. اتفضل. حسام. دولة إيه ده؟
انت عرفت ازاي الحاجات اللي قبل ما بتحصل بتحصل كده؟ عرفتها ازاي يا اخي؟ يا ابني كل يوم بيجي يسأل. شوف رد على حماتي، رد على حماتي. الو، ايوه خالت مرانيا، ايوه دول موجود اهو. عرفت ازاي؟ عرفت ازاي؟ خلاص. ايوه يا حماتي، ايه الاخبار؟ ايه عملتي لي الكيكه اللي انا ما بحبهاش؟ اللي انا بحبها. طب يا حماتي تسلم ايديك. لا 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 شكرا، مش عايز حاجه يا حماتي، انا مش عايز حاجه. لا 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 الف شكر، الف شكر، مع السلامه مع السلامه. قول لي يا دولا بقى، قول لي انت بتعرف الحاجات دي ازاي قبل ما بتحصل؟ يا ابني ده علم، علم جامد جدا، وعالم ودنيا، حاجه ما تعرفهاش انت يا رمز. طب دولا يا ابن عم حبيبي، يعني ما تعلمني. اعلمك ان انت تعرف الحاجه قبل ما تحصل يعني؟ يا ريت يا ريت. لا 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 صعب عليك يا رمز، ده صعب جدا تدريبها والعمليه اللي بتتعمل. لا لا مساله صعبه قوي يعني. ليه دولا بقى؟ انا هستحمل يا عم. بص انا علشان اعرف الحاجات قبل ما تحصل زي كده دولا، انا ممكن استحمل اي حاجه. ماشي. عارف شنطه العده اللي انت بتخبي فيها بنطلون البيجامه بتاعك ده؟ وعرفت دي كمان؟ روح هاتها. روح. غبي، دي شنطتي انا اصلا. غبي غبي غبي. اوعى تكسر التمثال ده بالشنطه. ياه، وكنت هتعرف كمان ان انا كنت هكسره. انا شايفك يا تعال تعال، خلي بالك ده اغلى تمثال عندنا في البازار. اهو يا دولا اهو، سيبه بقى على الارض. اهو يا دولا وريني كده. بص يا رمزي، رمزي اهم حاجه في البني ادم القفا. يعني انت اصلا قفا. انا قفا؟ ايوه يا ابني، دي مش حاجه وحشه يعني. ما عندك مثلا محمود عبد العزيز، الحاجه الوحيده اللي غنى لها ايه؟ القفا. ما قال اه يا قفا اه يا قفا اه يا قفا، كان بيغني لك. يا بجد يا دولا؟ امال ايه يا؟ وريني بقى القفا ده عامل ازاي. يا نهار ابيض، ده اسود يا لا، يخرب بيتك. بص هو القفا المفروض اول حاجه لازم تلمع ويبقى نظيف ويبقى بيبرق كده. وريني في العده كده، هات لي صنفره، هات لي صنفره، او هات لي مبرد، هات مبرد. حاضر. بس انا بس بنطلون بيجامه، انا مش قلت 100 مره ما تحطش بنطلون بيجامه ده في شنطه العده. انا ما كنتش عارف ان انت هتزعق لي كده. اشتغل بسرعه بقى دول، عايز اعرف عايز اعرف. يا جماعه انا في وضع محرج جدا، مش عارف اختار امي ولا اختار اختي، اعمل ايه؟ اعمل ايه بقى كده يا عادل؟ لسه بتفكر تاخد امك ولا لا؟ وما يفكرش ليه يا ماما؟ مش انا اخته اللي متربي معايا من هو صغير وبيحبني وانا طول الوقت بخدمه؟ اه يا دنيا واطيه، وانا اللي كان نفسي ان احنا ناخدك معانا. جرى يا جماعه، جرى يا ماما، يا سناء، هتتخانقوا عشان اسبوع مصيف؟ انا ممكن اعمل اي حاجه يا عادل عشان اطلع المصيف ده. انا غبيه وما بفهمش حاجه، وكمان عايشه في دور اللي بتفهم؟ يا حبيبتي انا ما اقصدش ده، كلكم وطبيخي اللي بيطفش كل الرجاله كوم تاني. لا ما عدا عادل ده، يحمد ربنا انه لقى واحده زي كده شطوره وبتعرف تطبخ واخده بالها من بيتها كويس. انا سمعت تيتا بتقول ان انت بتعرفي تطفيشي كوزك كويس. انت اتجننتي في مخك؟ انت فاكره ان دي شتيمه؟ انا عايز اعرف ده معناه ان انا بشكر فيكي، دي صفه كويسه. يا جماعه انا مش عايز اظلم حد، عشان كده البريزه دي هي اللي هتبقى الحكم ما بيننا. لو طلعت ملك تبقى انت يا سناء اللي هتطلعي معانا الرحله، لو طلعت كتابه يا ماما انت اللي هتطلعي معانا المصيف ده، اتفقنا؟ انا عايزه ملك. حاضر يا ماما، انت الملك وسناء الكتاب. انا عارفه يا عادل من الاول انك هتنحاز لماما، عارفه انك هتظلمني. اظلمك ايه يعني؟ هتحالف مع بريزه عليكي يعني؟ خلاص العب وخلصني يلا. حاضر. ها جاهزين؟ اه. ايه اللي انت عملتيه ده؟ انت اللي مش عارف تلعب بالبريزه، عامل لك ايه؟ ايوه تروح هاتها بقى. انا اللي هطلع المصيف، انا اللي هطلع وهوريكي. انت هتقعدي في البيت وانا اللي هربيكي اساسا. لا لا انت هتقعدي. بس 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 حظكم انتوا الاثنين عجيب، انتوا الاثنين مش هتطلعوا. لقيتها واقعه على سيفها. ده غير بقى انها بتاخد علبه البودره بتاعتك وبتستعمل الروج من وراكي. اه ربي انا مش مصدقه يا ربي. ما انا برجعهم تاني يا رانيا. بعد ما تكوني خلصتيهم يا حبيبتي. انا مره شفتها وهي بتستعمل كريم الشعر بتاعي. يا بنت انت فتانه كده ليه؟ فتانه كده ليه؟ اسكتي ده، يا ماما المصيف ده فرصه انا ما اقدرش افوتها. المصيف ما بيجيش كل سنه يا ماما. لو كنت عرفت اربيكي ما كنتيش قلتي كده. يا جماعه حرام عليكم بقى، كفايه. انا بالشكل ده هفكر جديا ان انا ما اخدش ولا واحده فيكم. نعم. اكملوا خناق بكره لو عايزين، عشان النهارده خلاص دماغي ضربت. ماما انا اللي هطلع المصيف، انا اللي هطلع المصيف. انا اللي هطلع المصيف يعني لازم اطلع المصيف. انت هتقعدي في البيت وانا اللي هطلع المصيف. هتشوفي هتشوفي انت هتشوفي. انا اللي هتشوفي ماما، ما تعندنيش. مش كل مره. لا انا اللي هطلع المصيف. انت انانيه يا ماما. لا وانت اللي ما تربيتيش اساسا. دولا ما
ما ينفعش اطلع انا معاك النصيف ده؟ النصيف؟ الله يا رمزي، شكلها انا وانت بس اللي هنطلع النصيف ده. ربنا يخليك ليا يا دولة، احسن والله احسن، بس عايزين نبقى ناخد سناء معانا بقى. اشمعنى سناء يعني؟ يعني يا دولة انا قصدي يعني ان انت ابن عمي وهي بنت عمي وانا ابن عمكم، فكلنا عيلة يعني، ده احسن يعني. انا بحب الرحلات العائلية قوي. يعني انا لو طلعت مع البيت هتبقى رحلة شخصية، وبعدين انت كل شوية تقول انا ابن عمك ويا بنت عمك، كل شوية تفكرني. معلش يا دولة بقى. عادل، انا عرفت ان انتوا مؤكد جعانين فقلت اجيب لك الغدا سخن. ربنا يخليك يا نقص. يعني اول مرة تعمليها يعني يا سناء؟ حنينة والله، حنينة قوي يا نقص. انت اخويا ولازم افكر فيك طبعا يا عادل، مش انت جعان يا حبيبي قلت اجيب لك الغدا. سناء بصي، بطلي الحركات اللي انت بتعمليها دي. حركات ايه يا عادل؟ بدل ما تقول اختي حبيبتي كلفت نفسها وجابت غدا سخن ومشيت بيه كل المسافه دي عشان اجيبه لك لحد هنا، دي امك اللي اسمها امك ما عملتش كده يا عادل. صح صح، انت مالك انت تدخل بيني وبين اختي ليه؟ انت مالك؟ وبعدين عموما سناء يعني لسه كنت بتكلم مع رمزي دلوقتي وبقول له ان انا هاخد ماما معايا المصيف. ايه المشكله يا عادل؟ عادي يعني، دي ماما خدها معاك المصيف. انا مش بعمل كده عشان اروح المصيف، لا انا بعمل كده عشان بحبك. بتحبيني؟ الله الله. بص يا نقنق، انا طول ما انا على وجه الارض هتطلع المصيف كل سنه. انت ايه اللي مشيك على وجه الارض؟ انت مفروض ما تبقاش على وجه الارض. عادل، انت صح هتاخد ماما معاك المصيف؟ هتاخد ماما معاك المصيف يا عادل؟ لا 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 لا، حنينه والله، حنينه حنينه. سيب شنطتي. ايه ده يا حبيبتي يا رانيا؟ معقوله انت واقفه بنفسك في المطبخ وبتعملي صوت؟ هاتي يا روحي، ما تتعبيش نفسك ابدا، انا اللي اعمل كل حاجه. يا سلام يا مامي، ما انا كل يوم بقف في المطبخ عشان اعمل الغدا لوحدي. لا لا، ودي تيجي رانيا حبيبتي عنك، انا اللي هعمل السلطه بنفسي. ايه ده ايه ده، تعملي سلطه بنفسك زي ما انت كنت قاعده في السرير دلوقتي ونايمه وعامله نفسك نايمه؟ حبكت بقى انك تيجي لما لقيتيني جايه عشان اساعد بنتي؟ يا جماعه انا مش عايزه حد يساعدني، متشكره جدا. ازاي يا رانيا حبيبتي انا اشوفك تعبانه واسيبك كده وما ساعدكيش؟ ده انت عارفه كده في المصيف ده انا هريحك راحه. يعني مش هخليكي تهوبي ناحيه المطبخ. لا يا حبيبتي لا لا، دي بنتي بقى وانا اللي هريحها، مفيش حد بيخاف على بنته اكتر مني. ها انت عايزه تروحي صيفي عشان تتسرمحي في البلاج؟ خلاص يا سناء يا سناء خلاص، عرفت يا ست ان انت بتحبيني وما تقدريش تستغني عني، وان انت احسن اخت ليا في العالم كله. يا عادل، ده انا لما اروح معاك المصيف مش هسيبك خالص، رجلي على رجلك عشان ما حدش يعكسك يا حبيبي. يعكسني؟ كنتوا فين انتوا الاثنين؟ جات لي البازار يا ماما. عشان تأثر عليك وتخليك تاخدها هي وما تاخدش امك. يا جماعه حرام عليكوا بقى، لا بجد حرام عليكوا، انتوا هتموتوا بعض عشان المصيف ده. يا عادل انا تعبت خلاص، تعبت، انا مش عارفه اختار. انا بقى خلاص اخترت. هتاخدني انا صح؟ لا يا ماما. يبقى هتاخدني انا صح؟ لا برضو يا سناء، لا انت ولا هي، انا قررت اعمل حاجه هايله بقى، انا هعمل قرعه. انا موافقه. والقرعه دي هكتب اساميكوا انتوا الاربعه فيها، والاثنين اللي هيطلعوا في القرعه هم اللي احنا هناخدهم معانا. اوكي. سناء قومي هاتي ورقه وقلم. ما تقوم تجيب لي نفسك، ولا ما فاكش يدين طالما فيها قرعه بقى. ماشي يا سناء ماشي. اجيب لنفسي ماشي. بس على شرط رانيا كمان هتدخل معانا القرعه. يا سلام، انت بتستهبلي ولا ايه؟ لا بس اشمعنى انت اللي هتطلعي المصيف من غير قرعه؟ نجلاء عندها حق، انت كتب اسمك معانا. يا عادل يا عادل الحقي يا عادل، عايزين يخلوني اكتب اسمي في القرعه. ايوه طبعا، ده بقى راي الاغلبيه، وجوزك مش من حقه خالص انه يعترض. معلش يا رانيا يا حبيبتي، الديمقراطيه ليها انياب. وانت كمان اسمك اتحط في القرعه زينا زيك. انت بتستهبلي ولا ايه؟ معلش يا عادل يا حبيبي، الديمقراطيه ليها انياب. طب يا جماعة ما ينفعش نعيد القرعة تاني؟ يا عادل خلص وقول الأسماء اللي في إيدك، دي تالت مرة تعيد فيها القرعة والتالتة تابتة. خلاص انتوا حرين، اللي طلعوا عادل، إنعام، نجلاء، مجيدة. أنا من الأول قلت نعيد القرعة دي. هعمل لك ايه؟ ما انا قلت عيد، انت اللي قعدتي تستهبلي فيها. معلش بقى يا رانيا حبيبتي، حظك نحس واضح قوي النهارده يعني. ثالث مره وما تطلعيش. معلش يا عادل مش مشكله، انا اقعد مع سناء، بس ما تبقاش تنسى تسال عليا يا بيبي.
لا اما انا مش هينفع اطلع بقى سناء تطلع مكاني. بجد يا عادل؟ طب انا قايمه احضر الشوط. يعني ايه انا مش فهمانه؟ يعني بعد ما طلعنا في القرعه واسامينا كلها هناك انت عايز تغير رايك؟ هناك فين يا ستي اساميك؟ وما القرعه هنا اهي. وبعدين اللي انا بقوله دلوقتي ان انتوا اللي هتطلعوا، انتوا الاربعه، انا هقعد مع رانيا. يا بيبي عادل يا حبيبي قلبي، مش عايز تطلع هناك من غيري. استني بس يا حبيبتي، هما دلوقتي هيكسفوا على دمهم لما يلاقونا احنا مش هنطلع واحنا دافعين فلوس. انا بقى هاخد المايو بتاع رانيا عشان المايو بتاعي صغير عليا. ولا اقول لك انا هاخد المايو بتاعي احسن. لا لا لا، اصل انا كمان بقى مقرره ان انا انزل المايه، فعشان كده انا هاخد المايو بتاع رانيا. انا بقى مش هاخد اي مايوهات، بس هنزل المايه عشان اغرقكم. يا سلام، وانا بقى اللي هقعد ان شاء الله احرس لكم الهدوم. ايوه لا طبعا، ياسمين هي اللي هتقعد تحرس الهدوم. شفتي لسه السكينه سرقاهم دلوقتي، هيحسوا ان هم عملوا حاجه غلط ويقولوا لنا اطلعوا انت. اصبري اصبري. باي باي، مع السلامه. باي 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 يا رانيا حبيبتي، وحشونا يا جماعه. بايكم يا ياسمين. عينينا عينينا. اسمعي كلام تيتا وشيشه. خدي بالك يا ياسمين، مش هنتاخر. مش دعوه خالتك نجلاء. معلش يا رانيا، السنه الجايه بقى تبقي معانا. اوعوا تخلوها تنزل ميه لوحدها. يا ستي ما تقلقيش، هي اساسا هتقعد بالهدوم. بس شفت اتكسفوا ازاي؟ رانيا حبيبتي لازم تبص للجانب الايجابي في الموضوع. كفايه قوي ان احنا لاول مره في حياتنا هنقعد مع بعضينا لوحدينا من غير التتار. فعلا معاك حق. بصي عادل، انا بجد نفسي بقى انهيت شهر العسل من اول وجديد. يا فاكره ما كنا بنبقى قاعدين في البيت ده لوحدينا؟ فاكره فاكره يا عادل لما كنا بنتكلم لوحدينا وبراحتنا وناكل براحتنا ونلبس براحتنا وما عليناش اي مسؤوليات؟ كلنا ما كلناش، خرجنا ما خرجناش، لبسنا مثلا. يا عادل بقول لك ايه، بالمناسبه السعيده دي هطلب بقى واحده بيتزا دلوقتي ناكلها انا وانتي وبس. ايه ده؟ وايه اللي رجعكم؟ نسيتوا حاجة ولا ايه؟ الرحلة اتلغت. المجاري ضربت هناك من 5 سنين، فهدت العشش فلغوا المصيف. كويس قوي انكم جبتوا اكل، ده انا هموت من الجوع. ايوه بس البيتزا دي على قدي انا وعادل. كده من امتى بقى انتوا بتاكلوا لوحدكم؟ ها مش كفاية انكم نقيتوا علينا؟ حاجة غريبة. عموما يا جماعه يعني ما تقلقوش، ما دام انتوا جاهزين وشنطكم جاهزه وكنا عاملين حسابنا على المصيف، انا بفكر بجد يا جماعه ان احنا نطلع على بلطيم. ما دام راس البر ما نفعلش والعشش اتهدت، نطلع بلطيم. ماشي.